من شركة ون فاينانشال ماركتس للحديث عن آخر تطورات الأسواق لجلسة اليوم يوم الأربعاء الموافق ل 18 نوفمبر من عام 2020. تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية مع بداية تعاملات اليوم، وذلك بعد البيانات التي رأيناها عن الولايات المتحدة الأمريكية، نتائج مبيعات التجزئة والتي أتت مخيبة للآمال وتراجعت عن التوقعات إلى 0.3% خلال الشهر الماضي، بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.5%. وبعد أن جدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مطالبته للكونغرس الأمريكي بضرورة الموافقة على حزمة تحفيزية إضافية من أجل دعم الاقتصاد الأكبر في العالم، وأشار إلى حاجة الاقتصاد الأمريكي لمزيد من الدعم المالي في ظل الجائحة من أجل الاستمرار في التعافي بشكل أسرع. وبالنسبة لمؤشر داو جونز في هذه الأثناء نلاحظ ارتفاع إلى مستوى 29900 من جديد، وأيضا بالنسبة لمؤشر ناسداك ارتفع إلى مستويات 12000. أما عن مؤشرات الأسهم الآسيوية، استطاعت أن تغلق على التباين مؤشرات الأسهم الصينية، حققت بعض المكاسب المتواضعة متجاهلة الأخبار بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تمضي قدما في خطة قد تطرد الشركات الصينية من البورصات الأمريكية. أما عن تحركات أسواق النفط، نلاحظ ارتفاعات بقرابة 1%، ليتداول نايمكس عند مستوى 42 دولار، وأيضا بالنسبة لبرنت ارتفاعات إلى مستوى 44 دولار للبرميل. ورأينا انقضاء فعاليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية خلال جلسة يوم أمس أوبك بلس، ورأينا أنها أوصت بتأجيل زيادة الإنتاج لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وأيضا ولكن لم يكن هناك أي إشارة من أجل تخفيض الإنتاج. أما عن تحركات أسعار النفط، رأينا ارتفاع طفيف خلال التعاملات الأوروبية إلى مستويات 1881 دولار للأونصة، وكنا قد رأينا التراجعات خلال الآونة الأخيرة مع التفاؤل بشأن اللقاحات الإيجابية التي دعمت الأسواق بشكل كبير وكان لها تأثير سلبي على تحركات الذهب. أما عن تحرك أسواق العملات، رأينا الدولار الأمريكي يواصل التراجع الجلسة الخامسة على التوالي ويتراجع مقابل سلة من العملات الرئيسية. بالنسبة لليورو في هذه الأثناء نلاحظ ارتفاعات إلى مستويات الدولار 18.80، وأيضا بالنسبة للجنيه الاسترليني يرتفع محاولا اختبار مستويات الدولار 33، وهذه الارتفاعات أتت أيضا بعد بيانات التضخم في بريطانيا والتي أشارت إلى ارتفاع يفوق التوقعات إلى 0.7%. هذا بالنسبة لآخر تطورات الأسواق، شكرا للمتابعة وانتظرونا في تقارير أخرى.